في النادي الاهلي النهارده ابتدى الساعه 4 عصرا على ملعب مختار التتش عشان نعرف طبعا تفاصيل اكتر وكواليس اكتر عن تدريب النهارده. بينضم لنا مراسل قناه النادي الاهلي زميلنا كريم احمد اللي كان متواجد في التدريب. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. عايز اعرف منك اخر تفاصيل التدريب النهارده واهم وابرز الحاجات اللي حصلت. بنأكد طبعا كل مره ان النادي الاهلي بيستعد بكل قوه لمباراه بترو جيت ان شاء الله على استاد بترو سبورت يوم الاثنين. التدريب حتى هذه اللحظه شيء ما يمكن شغال، التدريب بدا الساعه 4 عصرا بجرعات تدريبيه مكثفه منها بالكره ومنها ايضا كمان الحفاظ على معدلات اللياقه البدنيه مع الكساندرو مخطط الاحمال مستر مارك لاسارتي. النهارده يمكن رغم ان في جرعات تدريبيه او جرعه تدريبيه داخل النهارده وتدريب قوي، لكن يمكن معظم التدريب كله بالكوره، كلها حاجات لاتقان المهارات، كلها حاجات ايضا فيها نوع من انواع التدريبات الترفيهيه نظرا زي ما بناكد كل مره على التلاحم الكبير والمباريات الحثيثه اللي النادي الاهلي بيوديها من البطوله الافريقيه وبطوله الدوري. فلابد يكون في كل تدريب ب 10 دقائق او ربع ساعه يكون فيها بعض الفقرات التدريبيه الخفيفه. الجديه والاصرار هي يمكن سمه تدريبات فريق النادي الاهلي، تحذيرات مستمره لمستر مارك لاسارتي المدير الفني لكل اللاعبين بعدم التدخلات القويه. يمكن شريف اكرامي رغم اصابته الاصابه الاخيره وشد فيه السمانه، لكن شريف ما كانش فيها التحام معاه او تدخل معاه، كان سبرنت كده خفيف لشريف، لكن في حماس شديد جدا وفي روح كبيره جدا لكل اللعيبه منعكس عليهم، الكل عايز يكون متواجد يحجز مكان في التشكيله الاساسيه في كل المباريات، فده مأثر شويه. كريم بمناسبه الكلام عن اكرامي وان هو اتصاب وهو بيجري بس حوالين الملعب، كمان شناوي شفناه بيتصاب وهو قبل طبعا المباراه في حاله الاحماء. طيب كلام النهارده كان مع اليخاندرو مدرب الاحمال بيتكلم معاه وطبعا مع مدرب حراس المرمى كان بيتكلم معاهم لاسارتي النهارده عن اسباب الاصابه دي، شايف اللي حصل ده كان امبارح صح؟ بالظبط. يمكن شريف اكرامي التدريب هو التدريب ما كانش فيه اي التحامات بالنسبه للشريف، هو كان في التقسيمه الاخيره كان في سبرنت قوي شويه لشريف، ده يمكن من التركيز الكبير يا شيماء من المباريات العديده والتدريبات القويه وخاصه حراس المرمى كابتن طارق سليمان، يمكن في كل تدريب بيكون في تدريبات قويه ومنافسه شريفه وقويه. مستر مارك النهارده كان ايضا متواجد مع الكابتن طارق سليمان للاطمئنان على حاله الشناوي، الشناوي كان لسه طبعا عائد من الاصابه، شارك في التدريب الجماعي لكن حالته الفنيه مطمئنه وحالته ايضا كمان البدنيه مطمئنه للشناوي، متواجد كمان علي لطفي، مصطفى شوبير ممكن يكون متواجد ايضا كمان في قائمه النادي الاهلي. حراس المرمى الحمد لله يمكن بخير، التنافس شريف، فكابتن طارق عامل حاله وتوليفه مميزه جدا. لكن كمان نقطه مهمه يا شيماء عايز اكلمك عليها بجانب حراسه المرمى وهو تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في المران، وده يمكن زي ما بنقول بيدي رسائل كبيره جدا لكل اللاعبين على الدعم المستمر لكل اللاعبين وعلى اهميه الفتره اللي جايه كمان. اكيد بالظبط يا شيماء، يعني في شهر 3 مليء بالمباريات، النادي الاهلي تحضيره لمباراه بترو جيت معاها مباراه فيتا، هيرجع من فيتا على شباب الثوره ثم مباراه الزمالك، شهر مليء بالمباريات، لكن ان شاء الله مع الحاله البدنيه والمعنويه والتركيز الكبير اللي احنا شايفينه مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ياخد خطوات ثابته للامام في بطوله الدوري وايضا كمان في البطوله يا رب باذن الله. كريم هيسالك عن جاهزيه محمد الشناوي، هل هو جاهز للقاء بترو جيت؟ بالظبط، محمد الشناوي يمكن بيعلن جاهزيته بالفعل النهارده وامس في التدريبات، تدريبات قويه ان شاء الله باذن الله يكون جاهز. علي لطفي كمان بناكد على جاهزيته رغم عودته ايضا من الاصابه خلال الايام الماضيه، ان شاء الله باذن الله الشناوي يكون متواجد في حراسه المرمى وكل حراس المرمى ان شاء الله يكونوا على قلب رجل واحد خلال المرحله القادمه. طيب بالنسبه لاحمد فتحي الحمد لله رجع بالسلامه، واضح جدا ان هو مستعد للقاء القادم، هل بيتم توظيفه في مركز غير مركز؟ احنا عارفين طبعا احمد فتحي هو الجوكر بتاع النادي الاهلي، هل بيتم توظيفه في التدريبات الحاليه في مكان غير مكانه او هيتم الاستعانه بيه في مركز اخر في المباراه القادمه؟ من الواضح فعلا ان احمد فتحي بيعلن جاهزيته بكل قوه، بيأدي تدريبات خلال ال 48 ساعه وثلاث ايام اللي فاتوا، مركز بشكل كبير، حالته البدنيه، حالته المعنويه اتاكدنا وطمنا عليها الطبيه كمان من طبيب النادي الاهلي خالد محمود. احمد فتحي بنسبه كبيره هيكون متواجد في قائمه المباراه القادمه، الدفع بيه في المباراه يرجع طبعا لمستر مارك لاسارتي والرؤيه الفنيه بالدفع بيه في بدايه المباراه او يكون متواجد ايضا كمان بجانب احمد فتحي وليد ازارو اللي بيأدي تدريبات وتقسيمات يمكن قويه جدا وايضا كمان بنسبه كبيره هيكون متواجد في قائمه المباراه القادمه بترو جيت. احمد فتحي اكيد مستر مارتن بيحاول ان هو يستغل امكانيات احمد فتحي نظرا للتالق الكبير لمحمد هاني في مكان الباك رايت، يعني يكون محمد هاني في وسط الملعب او في الباك رايت او احمد فتحي العكس،
يكون متواجد في وسط الملعب كلها استفاده للاعيبه النادي الاهلي والتيم بشكل أكيد. عام احمد فتحي من اللعيبه المميزين جدا ان شاء الله. احمد فتحي سواء متواجد في اي مركز باذن الله ان شاء الله يؤدي اداء رائع وربنا يبعد كل الاصابات على لعيبه النادي الاهلي. المرحله اللي جايه مرحله مهمه محتاجه تكاتف من الجميع من جمهور النادي الاهلي من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون في الامام دايما ان شاء الله. هل الجهاز الطبي للنادي الاهلي اعلن عن مده غياب عمرو السوليه؟ يمكن عمرو السوليه من الواضح انه ممكن يبقى اسبوعين يا شيما، يعني يمكن هو طبعا العضله الاماميه وشد يمكن مش مد الحمد لله يعني يقدر هو 10 ايام او اسبوعين على الاقل يعني ان شاء الله مع الاستجابه للعضله مع يعني السوليه ان شاء الله يكون اقل من كده بالنسبه للايام، لكن التشخيص الطبي والاخير لطبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي 10 ايام ل 13 يوم ان شاء الله ويعود من جديد عمرو السوليه لصفوف فريق النادي الاهلي. شكرا لكريم احمد زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي متواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي المقام على ملعب مختار التتش واللي ابتدى الساعه 4 عصرا.